بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية يا أحلى متابعات ومشتركات في العالم. كما راكم تشوفوا فيديو اليوم هو عبارة عن حاجة تاع خياطة، ماشي وصفة أكل. إذا هنايا كما راكم تشوفوا عندي هنا قطعة تاع سكاي صغيرة 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 بزاف. القياس تاعها هو المسجلات هنا 56 على 28، كنت قصصت منها. قطعة تاعي كامل اللي كانت عندي هو 56 سنتيمتر على 28 سنتيمتر، قطعة صغيرة بزاف. أنا قطعت منها، قلت ندير منها ساكادو صغير هكذا لبنتي. صراحة أول مرة هذه رايحة ندير ساكادو صغير بزاف. إذا هنايا واش نبداو ونروحو مباشرة هنا، ما نضلش يعني نطول عليكم. هنا هذا هو الشكل تاع الساكادو تاعي. هنا الساكادو تاعي راح يكون قطعة فقط، القطعة الأساسية هي قطعة واحدة، قطعة كبيرة حتكون قطعة واحدة. نعود ندير كما راكم تشوفوا شحال من جزء، شوفوا جزء هذا وجزء هذا وجزء وجزء وجزء. ألوغ أنا قلت ندير قطعة واحدة هي الجزء الأساسي، ويبقاو لي قطع تاع الجيب. مثلا ندير من الأمام جيب قطعة صغيرة، ويبقى لي هنا القطعة الكبيرة. هنايا قطعة أيضا تجي منا حتى لهنا تربط بين هذه وهذه اللي هي قطعة تاع وين نديرو لا فيرميتور هاي ليك هنايا. هذه هي أنا صراحة كانت ما بقاتليش قيس، ما تجيني منا لهنا، زدت لها الزوائد هكذا من ديك القطعة اللي بقات لي بعد ما قصصت هكذا وخيطتهم بالماشينة كما راكم تشوفوا هكذا. إذا أنا واش عندي في القطعة تاعي تاع يعني الساكادو، واش عندي؟ عندي ثلاث، عندي شوفوا هذه الأول القطعة هذه الكبيرة، نشرح لكم كيفاش درت لها. وعندي حندير جيب، تحبوا ديروا جيب ولا ما تحبوش جيب بلا فيرميتور هكذا فقط هكذا شغل شباح. وعندي القطعة الكبيرة هاي ليك أيضا هنايا اللي رايحة نديرها، تحكم لي منا لهنا حنركب فيها مباشرة لا فيرميتور، عفوا هنايا قطعة واحدة، ما نضلش ندير زوج قطع. من بعد نوريكم كيفاش راح ندير. اذا قلت لكم اول مره حبيت ندير، بقات لي هذه القطعه تاع السكاي عندها يحصى شحال كنت مخبيتها، وانا نقول هكذا واش ندير واش ندير. عندي طبعا لا فيرميتور، وعندي ايضا هنا هذا تحبوا ديروا الحزام من السكاي، تحبوا ديروه من هذا. عندي انا هذا مسترجع، راح نخليه الحزام كاع هو الاخراني حنديرو على برا، خليه هنا دكوتي. اذا عندي هنا شوفوا الرسم تاعي واش بديت. اولا درت مربع عفوا مستطيل كما راكم تشوفوا هنايا، مستطيل 13 ونص هنايا، عنده 13 ونص قياسه على 16 ونص سنتيمتر على 6 سنتيمتر هنايا القياس تاعو قبلك. ومن بعد واش ندير؟ ندير هنا نحكم هنا. صراحه هذا ماهوش مربع، انا درته فقط هنا مربع باش نوضح لكم مي هو القياس تاعو. هاوليك هنا 7.5 سنتيمتر على 6 سنتيمتر. هنايا القياسات هذو نهضر عليه على القياسات تاعي تاع الساكادو تاعي، انا كتبتهم هنايا 7.5 على 6 سنتيمتر، 7.5 على 6 كيف كيف 7.5 على 6 سنتيمتر. دير واحد منا وواحد منا، ونجو لهنا ايضا هنايا نرسمو ثاني. عندنا شغل شكل تناظري، هنا عندنا هذا يقابل هذا وهذا يقابل هذا بالنسبه لهذا المستطيل. هنا هذا كان درت القياس تاعو كما راكم تشوفوا 19 سنتيمتر على 13.5 سنتيمتر، 19 سنتيمتر على 3 سنتيمتر ونص. هنا ايضا نفس الشيء 19 سنتيمتر على 13.5 سنتيمتر. هذا القياس تاع الساكادو تاعي ساهل ماهي كما راكم تشوفوا. هنا هذه القطعه الاساسيه كامل قطعه واحده، ها هي ليك هنا، ها هي ليك نوريها لكم. اوكي ها هي ليك هنا، هذه هاد لكم تشوفوا فيها، هذه ها هي ليك هنايا اي مجسده هنايا، هذه هنا الرسم، ها هي ليك هنايا. نتوما واش يعني واش حبيتوا هنا دوكا. هنا كنت درت هنا كما راكم تشوفوا هذه التقويصه الانحناء هكذا باش نقطع الساكادو تاعي يجيني الشكل تاعو هكذا منحني. راح نخلي نهبط بربعة سنتيمتر منا، هاي ليك راح نهبط بربعة سنتيمتر منا، نهبط بربعة سنتيمتر هكذا وندير الانحناء تاعي. دوك نديرو مباشرة معاكم. إذا ندير الانحناء تاعي، نهبط بربعة سنتيمتر، ما هكذاش على تكونو تشوفو، ربعة سنتيمتر هكذا، وايضا منا 4 سنتيمتر. قلت لكم بلي اول مره ندير ساكادو، كل مره نقول ندير يعني ندير غير لي ساك برك، مي باش ندير ساكادو ما درتش. هنا واش ندير؟ نحكم نثني هكذا، نحكم ولا ديروا بلي زيبانك. هنا واش نجيب؟ جيبوا اي شيء منحني. مثلا انا عندي هذا المقص تاعي، راح ندير به هذا الشكل تاعي المنحني تقريبا. هنا ندور هكذا، هما تجيبوا يعني واش حبيتوا هكذا ديروا به حاجه هكذا. ونطلع طبعا لهنا هكذا بالعقل برك باش يجيني هذاك الشكل تاعي تاع
الانحناء هكذا هابليك هنايا. دوك نحكي مقصص مع بعضهم، ندير ايضا ثاني منا كيف كيف هكذا، ممكن تشوفوا شرا تكون تشوفوا هكذا. نقولكم دائما سمحوا لي على الطريقه تاعي تاع التصوير لانه والله الا غالب هكذا، لا غالب دوماج ما عنديش هذيك العصاير والاخر اللي ندير عليهم، فقط والله راني دايره واحد العولب كنتوهم تضحكوا عليا تشبعوا ضحك. هنا شوفوا ها هكذا برك، باش قلت يعني نحاول هكذا باش نفيدكم تستفادوا معايا. اذا هنا شوفوا هنا درنا الانحناء، تقدروا تحكموهم كامل في ربعه هكذا ونديروهم على فوا. انا نحكمهم بليزي بانجل ونرجعوا نقصهم. حكمتهم رايحه ندير عادي هكذا، نبدا نديرهم بسم الله ديرهم كيف كيف مع بعضهم هكذا. هذا ايضا راح نقول لكم البنات اللي ما عندهمش ماشينه راح نخيطوه ان شاء الله بيدينا، يعني نوري لكم بيدي انا خيطو بيدي في الاول ان شاء الله، ومن بعد نعاود له بالماشينه. باش اللي ما عندهاش ماشينه تقدر ديرو تخيطو بيدها فاسيلمون. هاي لك هنايا شوفوا هنايا كما تشوفوها منا ومنا ناحيه دي زيبانك، شوفوا كيفاش جاونا متطابقين هكذا مع بعضهم. اول حاجه واش راح ندير، كنا تعلمنا كيف كيف مع بعضنا هذيك الغرزة اسمها بوان دو فيستون. هذه بوان دو فيستون هذه بالعربية والله ما على بالي، تقدروا ديروها. انا في الاول دوكا نبداو بسم الله، ديروا بيدكم برك، ماشي 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 كاع حاجة صعيبة. نبداو نديروا هنا، شوفوا هنايا قبل هذا الشيء، قبل هنايا عندي هنايا هنا نجيب التعيس نديروا من القدام هنايا. انا واش ندير من بعد نخيطو بالماشينه فقط هكذا برك، راح هنايا نخلي هذا الجزء، حنبدا بالجزء الوراني ومن بعد قدامي ساهل هكذا. نوريكم باش اللي ما عندهاش ماشينه ما تقولش بلي ما نقدرش نخيط ولا درنا هذيك الغرزه تاع هذيك المره، لكن نديرو بها الصيف راهو طويل ولا يعني نهارات طوال هكذا. وحده يعني كي تكمل الفطور وتغسل الماعن وتصلي الظهر تاعها بسم الله تحكم هكذا ودير. شوفوا هنا كنا تعلمناها كيف كيف، كاين كل واحد كيفاش يديرها. انا نديرها هكذا هكذا باش ديريكتومو ندخل هكذا ونخيطو على الداخل، هذه ماشي برا هكذا. ايضا تجي هذه الغرزه كما درناها لا ديرنيغ فوا تجي من برا، تجي ايضا شابه. هنا انا نكمل كامل، هاي ليك نكمل كامل منا ورايحه ندير كما راكم تشوفوا. هاي ليك هنا كنت خيط هذه منا ومنا، هذه الجهه تاع اللور والجهه تاع القدام. قلت لكم الجيب هاوليك الجيب، الجيب هنايا هاوليك هنايا شحال القياس تاعو، راني دايره القياس تاعو ديروه على حساب هنايا الجهه الاماميه 13.5 سنتيمتر على 7.5 سنتيمتر. هاي ليك 13.5 على 7 سنتيمتر، نتوما تحبوا ديروه تحبوا ما ديروش لكم الاختيار، تحبوا طلعوه توصلوه لهنا كيما حبيتوا. دوكا انا واش راني راح ندير نكمل، دوكا ما حبيتش نكمل بالماشينه، درت هنا لصقته فقط هنا من تحت كما كنت تشوفوا هنايا بالزيكزاك. واش راح ندير دوكا هنا لصقت هادو لي زيبان درتهم باش سكاميز القليش، ورايحه دوكا نعاود نحيهم وندير نخيط بيدي عادي كما خيطت هذه الجهه. واش راح ندير هكذا هنا دوكا نخيطهم كامل في ثلاثه مع بعضهم. هنا الجهه هذه تاع كما كنت تشوفوا هنا هذه اماميه تاع الساكادو مع الجهه هنا هذه تاع الجانب هنا مع الجيب. هاوليك هنايا الجهه الاماميه مع الجيب هاوليك في الوسط، وهذه هنا تاع الطرف هنا تاع لي كوتي هذو. هنا ايضا تقدروا ديروا جيوبه عادي، انا ما حبيتش ندير. شوفوا كيفاش هكذا ندور هكذا، شوفوا هنايا هنا. ونبدا بسم الله الخياطه تاعي عادي كما تعلمنا هذيك الغرزه هكذا، وندخلو لازم دايما الخيط تاعنا هكذا البرهنة في الخيط هكذا، ونزيدو انمتنو
هنا انتوكا هكذا نوري لكم، تقدروا تخيطوه بيدكم، ما تزيدوش تعاودوا بالماشينه وتمتنوا تمتنوا مليح. انا راح نزيد نعاود هكذا نوري لكم، ومن بعد انا راني وحدي ومن بعد نعاود نولي نخيطوا. شوفوا هنا كيفاش هكذا هكذا هذيك الدويره تاعنا، ندخلوا فيها الابره هكذا هكذا. شوف الدويره تاعنا ها اذا هنا كما راكم تشوفوا هاوليك هنا كنت خيط ايضا هنا الجهه تاع الجيب. راح نقلبو ونشوفوا الشك كيفاش راح يبان لنا تاع الساكادو تاعنا اللي خيطناها بيدينا. هذا ساكادو للعيد ان شاء الله، عيد الاضحى ولا للصيف للبنوتات. طريقه جد سهله وبسيطه. شوفوا كيفاش بدا الساكادو تاعنا يبان. شوفوا هكذا اللي ما عندهاش الماشينه نقولها ارواحي هنا ليا. شوفي الطريقه تاعي باليد فقط. ساكادو ديري ساكادو هكذا صغير، ما تكبريش هكذا باش من بعد ما تغبنيش معاه. شوفوا هنا هاوليك بدا الشكل تاعو، هاوليك هنا هذاك الجهه تاع من الوراء وهذيك الجهه تاع الامام. شوفوا هنا الجيب تاعنا هاوليك اللي كنا خيطناه، هاوليك خيطناه هنايا في القطعه تاعنا الاساسيه، ومن بعد خيطته بيدي هنايا كما راكم شفتوني هنا منا ومنا هكذا. هذه القطعه الاساسيه، هذه نروحو نخلوها على جهه ونرجعو هنا لتاع لا فيرميتور. لا فيرميتور هنا هاي ليك هنا القطعه تاعي، هاي ليك هنا هاي ليك القطعه تاعي، هاي ليك القطعه اللي نركب فيها لا فيرميتور. طول تاعها هنا 36، قياسها 36 على 6 سنتيمتر، 36.5 سنتيمتر على 6 سنتيمتر. انا واش رايحه ندير دروك؟ نروح نجيب مقص صغير فقط، رايحه هنا نقيس لا فيرميتور تاعي، نديرها هنايا في الوسط هكذا، ديرها هنايا ابخي في الوسط معين وين رايحه ندير. ورايحه نقطع هنا السكاي تاعي كما تشوف هنا في الوسط، رايحه نقسم السكاي تاعي وراح نحي منه شويه ونحي شويه هكذا ونخيط لا فيرميتور تاعي. هاديك شفتوني كيفاش قطعت هنا في الوسط، ومن بعد نحيت منها هكذا زوج اجزاء هكذا باش نقدروا نخيطوا لا فيرميتور تاعنا. واش راح ندير هاديك هنا هادي لا فيرميتور تاعنا، هادي الجهه تاع القدام وهادي تاع من اللور. هنا هادي هكذا جينا راح نديروها هكذا نخيطوها هكذا. شوفوا كيفاش نقلبوا كيفاش يجينا الشكل تاعها. هاديك هنا هكذا، شوف بلا ما تضلوا ديروا زوج قطع، هادي يعني طريقة سهلة وبسيطة. نحكم هنا لي زيبانك الكامل هكذا باش ما تزلقليش، وراح نخيطها بالماشينة. تحبوا ديروا أيضا بيدكم عادي، أنا ندير نحي شوية على روحي، ندير كامل بالماشينة هكذا صاير داير. ونتلاقاو ونشوفوا نكملوا واش بقى لنا إن شاء الله. هنايا صراحة الماشينة تاعي غبنتني بزاف، والله غبنتني بزاف، يعني خيط ومن بعد والله ندم على اللي خيطت فيها، يعني ما صدقتليش تغبني. عندها المشكل الخيط دائما كي نكون خيط يطير وحده هكذا يطلع. المهم شوفوا راني خيطتها، شوفوا هنا كيفاش هكذا درتها بالزيكزاك هكذا. شوفوا هكذا انا درت بالاسود، ثم ديروا باللون هذا تاع يعني الكرونا، معليش انا ماشي شرط هكذا درتهم فقط هكذا باش تشوفوا الفكره، تدوا فكره فقط. هنا واش راح نديروا هنا هاي ليك دوكا، انا راني عينت النصف هنايا تاع المنتصف تاع هذه القطعه تاعي، المنتصف هنا وهنا والمنتصف تاع هنا هاوليك منا والمنتصف هنا. دوكا هادو راح نحكمهم مع بعضهم بلي زيبانك. نبدا نحكم النص مع النص هكذا، هنايا النص مع النص هكذا، ونزيد نكمل الجهه الاخرى النص مع النص، ونكمل حتى للتحت نجمع هكذا كامل بلي زيبانك. حاجه سهله وبسيطه والله، بيدكم برك ديروا اجمل ساكادو، وانتم تبدعوا في يعني في الاشكال والاحجام اللي حبيتوها هكذا. نزيد ندير ايضا هنا النصف مع النصف، منتصف مع المنتصف تعينوا هكذا، ونحكموا بلي زيبانك هكذا باش يجينا الساكادو تاعنا مليح. انا نكمل كامل بلي زيبانك كامل، حكمت شوفوا بلي زيبانك كامل
وبدا الشكل. شوفوا تاع الساكادو تاعنا صغنون يبان، شوفوا كيفاش كامل. انا راح ندير ايضا بيدي، بما انه بديت بيدي راح نكمل بيدي. شوفوا كيفاش يخرج في الاخير، شوفوا هنايا كيفاش. هنا جاني صراحه هنا هذه القطعه زائده، هنا زائده. الوغ واش راح ندير انا هنا؟ شوفوا منين هنايا، شوفوا راح نبدا نخيط منين حبست هنايا هكذا هذيك القطعه الزائده، ومن بعد راني نحيها ماشي مشكل. نبدا منا كما فقط هكذا هكذا. تقاطع هنا تاع ثلاثه تاع هذه تاع هذوك اللي خيطتهم هاهم ليك هنايا. بسم الله راح نبدا هكذا بالعقل. نفس الطريقه كما تعلمناها هكذا، كنا نبدا نحي دوك لي بانكل هذا، نكمل هكذا كامل. صاير داير باش ما نطولش عليكم، كامل منا ومنا ونرجعوا نتلاقاو نشوفوا الساكادو تاعنا واش بقالو، حاجه الاخيره واش بقات. ان شاء الله نكملوها مع بعضنا.